يا حبيبي كلنا عيلة وحدة، صرنا علة ما بقى في عيلة، صرنا علة. هون المسيح عم بيحكي، شو قالوا له؟ أمك ناطرتك، قال لهم أمي مش أمي، وبيك وبي مش بي، غاب 18 سنة ما حدا عارف وين راح، قعد بالهند بكشمير، قعد شاف هوني كل الديانات وشافها كلها بتحكي عن حقيقة وحدة. الله أكرمه بكرامات كتيرة ورجع لهون، ما قدر ضاين 3 سنين، لا أمي أمي ولا بي بي. قال لهم أنا عندي وظيفة بدي أعملها من بي يلي بالجنة يلي بالسماء يلي بقلبي، ما عم نفهم عليك. قال لهم ما رح تفهموا علي إلا ما تكونوا معي، نحن أخو بالله، كلنا جينا من مصدر واحد، بتسموه الله، بتسموه الضمير، بتسموه الوجود، شو ما حطيتوا اسم، وسخنا الأسماء 99 صفة، والحقيقة فيك وفيه هالمية ما بتنقال بالكلام. بس ما أنا خلفتك. قال لك كل اللي بيطلعوا تنقول على فرد بوسطة عم بيصيروا إخوة، الإخوة بالله. أنا سكنت بهالرحم، بس هي وسيلة، هيدا بيت، وهالنطفة من الله، والبويضة، كلنا أخوة مثل المسبحة، بس ما في حدا مثل التاني، ما في بصمة مثل التاني، لا قبل ولا بعد. فرادا أتيتم، فرادا تعيشون، وفرادا ترحلون، بس موصولين بصلة الأرحام، بصلة الرحمن. ما فهموا عليه، وصعب نفهم إلا إذا عشنا هالفهم.